هلو يا سنة تانية، عاملين ايه؟ ويلكم باك في لسن 4. يلا بينا نبدأ اللسن بالكلمات، ويلا ريبيت افتر مي. اول حاجة قبل ما نبدأ، لسن 4 بتتكلم عن the weather. weather weather يعني الطقس. تاني ورايا، weather weather ال th بتبقى the weather weather اللي هو الطقس. تعالوا نعرف شوية كلمات مرتبطة بالطقس. عايزين نصف الطقس عامل ازاي النهارده. لو النهارده الدنيا ساقعه عايزين نقولها ازاي بالانجلش. لو النهارده الدنيا حر، الدنيا فيها هوا كتير، كل ده بنقول ازاي بالانجلش. يلا بينا. هوت حار. يلا معايا، هوت 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 يعني حر. sunny sunny يعني الدنيا فيها شمس. sunny sunny مشمس. cold بارد. cold. cloudy cloudy غائم. cloudy. foggy foggy ضبابي. foggy foggy. snowy snowy يعني ايه؟ الدنيا بتنزل تلج. snowy يعني لما اقول it is snowy يعني الدنيا بتنزل تلج. windy windy يعني الدنيا، يعني ايه عاصف؟ يعني الجو مليان هوا كتير. windy. طيب لو الدنيا بتمطر اقول ايه؟ it's rainy 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 يعني ممطر. اوكي okay. عندنا كلمة vapor و steam، الاتنين نفس المعنى. vapor و steam الاتنين معناهم بخار. يلا next page، page 149. اوكي okay. to ask about weather، ازاي تسأل عن الطقس؟ عايز تقول هو الجو النهاردة عامل ايه؟ هتقول ايه؟ what is the weather like؟ هتسأل وتقول ايه؟ what is the weather like؟ يعني الطقس عامل ايه؟ النهاردة الجو عامل ايه؟ what is the weather like؟ تاني، what is the weather like؟ اوكي برد بقى بقول ايه؟ it is hot. هشوف بقى الجو عامل ازاي دلوقتي. النهاردة مثلا الدنيا ساقعة، اقول ايه؟ it's cold. cold cold يعني برد. طيب يبقى تاني، what is the weather like؟ الجو عامل ايه؟ قال ايه؟ it's hot حر. what is the weather like؟ قال it's sunny. يعني sunny يعني مشمس. what is the weather like؟ الجو عامل ايه؟ قال it's cold. cold يعني ايه؟ بارد. طيب it is rainy. it's rainy يعني الجو ممطر. it's snowy. snowy يعني الجو بينزل تلج. it's foggy. foggy اللي هو بيبقى فيه كده كأن فيه دخان كده مش شايفين، ضبابي، الجو ضبابي foggy. it is cloudy. cloudy يعني ايه؟ الدنيا مغيمة. cloudy عشان نلاقي كده مفيش شمس في السماء. cloudy. طيب لو في الدنيا فيها رياح كتير نقول it's windy. windy windy يعني عاصف. the water cycle يعني ايه؟ water cycle اللي هي دورة المياه، ازاي المية بتتكون. تعالوا نشوف، هنبص للصورة دي. اوكي عندنا اول حاجة عايزين نعرف، عمركم فكرت قبل كده ازاي الدنيا بتمطر؟ طيب تعالوا دلوقتي نشوف. اول حاجة بيبقى فيه بحر او نهر. اوكي فلما الشمس تكون حر قوي 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 فالمية بتتبخر، ماشي؟ فالماء كأن المية بتسخن كده، فالمية بتتبخر زي ما انتوا شايفين كده، في فيبر في بخار، والبخار دوت بيعمل ايه؟ clouds. يعني ايه clouds؟ بيعمل سحب. يعني البخار بتاع المية اللي هي اتسخنت من الشمس دي بقى اتجمع مع بعض كده وبقى سحاب. طيب وبعد كده ايه اللي حصل؟ السحاب بدأ يتكون يتكون يتكون، بدأ بقى يبقى سحاب كتير. تمام فالسحاب بقى لما تخبط في بعضها تقوم ايه؟ منزلة المية دي، تبقى دي المطرة. يبقى دي الواتر سايكل او اللي هي دورة المياه. Why does it rain؟ ليه الدنيا بتمطر؟ The sun makes hot water hot. الشمس بتسخن المية. Hot water turns to vapor. والمية لما تتسخن بتتحول لإيه؟ لبخار، vapor. Steam rises to make cloud. ولما البخار يتبخر بيعمل إيه؟ clouds، سحب. Wind makes the clouds move. والwind اللي هي الرياح بتخلي السحب إيه؟ تتحرك. The clouds get
The clouds get colder. ولما السحب بتجمد أو تبقى ساقعة خلاص. Water falls from the sky as rain or snow. المية بتقع بقى من السماء على هيئة يا إما مطر يا إما snow تلج. Lesson 5. Lesson 5 هناخد الـ shapes. يعني إيه shapes؟ أشكال. تعالوا يلا بينا نقرأ الكلمات مع بعض. Square, square, square. يعني square مربع. Square, square. Triangle, triangle, triangle مثلث. Triangle. مستطيل. Rectangle, rectangle, rectangle. طيب دائرة. Circle, circle. أوكي كلمات تانية. طيب solid, solid حاجة ناشفة صلبة. Solid. Vapor, vapor اللي هو بيبقى بخار أو بيبقى عبارة عن جاز. خطوط مستقيمة يعني straight lines. تاني straight lines. يلا قولها ورايا. Straight lines. برافو. Light bulb, light bulb اللي هي لمبة. تمام يلا نقرأ الكلمات دي سوا. Flash light كشاف. Flash light, flash light. Light ضوء. Travel ينتقل. Travel. Object شيء. Object. Daytime وقت النهار. Daytime, daytime. Through خلال. Through. Opposite عكس. Opposite. Reach يصل إلى. Reach. Orbit يدور حول. Orbit. Spin يدور في مكانه بيدور حوالين نفسه. Spin. Axis محور. Axis. Reflect يعكس. Reflect. يلا page 152. يلا نقرا مع بعض. Solid objects have a shape. الأشياء الصلبة لديه شكل. Clouds and vapor are gas. They don't have a shape. طبعا الكلاودز مش احنا قلنا السحب بتبقى عبارة عن فيبر عبارة عن بخار والبخار الجاز دوت بيتعمل في شكل؟ لا فالكلاودز ملهاش ايه؟ شكل ولكن السوليد الحاجات اللي هي الصلبة ليها شكل. طب تعالوا كده سوا نعرف what makes a shadow. shadow, shadow اللي هو الايه؟ الظل. ايه اللي ازاي نعمل ظل؟ طب اول حاجة light travels in straight lines. بيقول لكم معلومة ان الضوء اي ضوء بيمشي في خط مستقيم. مش هنلاقي ضوء بيمشي كده. لا الضوء بيمشي بخط مستقيم. اوكي يعني الضوء بتاع الشمس الضوء بتاع اي حاجة بيمشي في خط مستقيم. light can come from the sun. light يعني ايه؟ الضوء. الضوء بيجي من الايه؟ من الشمس. It can come from a flashlight or light bulb. يعني الضوء دوت ممكن يجي من الشمس ممكن يجي كمان من اللمبة أو الكشاف الفلاش لايت. Light can't go through solid objects. اللايت الضوء ما بيخشش جوه الحاجات الصلبة. لو مسكت حتى كشاف وحطيته مثلا على السرير بتاعك هل الضوء هيعدي ورا السرير؟ لا هتلاقيه بيحجب الضوء. يبقى عشان السوليد اوبجكت مش بتعدي السوليد اللايت الضوء مش بيعدي السوليد اوبجكتس او الاشياء الصلبه. When light reaches a solid object we can see a shadow on the opposite side of the object. لو في ضوء تمام لو في ضوء وجه على الحاجه هنلاقي الشادو. الشادو اللي هو الايه؟ الظل. هنلاقي الظل للحاجه. يعني لو احنا ماشيين حتى في الشمس هنلاقي الظل بتاعنا كده جنبنا ماشي على الارض صح. اوكي او سوري اوكي بيورينا اهو الشكل. لو انت جبت مثلا كشاف وعملته كده من فوق البوكس او الصندوق هتلاقي فيه شادو اللي هو الشادو اهو الظل اهو. طب لو جبته من الجنب هتلاقي برضو الشادو عامل كده. فخد بالك الشادو بيتغير على حسب الضوء جاي منين. اوكي اوكي يلا بيجي 152. طيب خدنا ديت طبعا السن وده
الأرض، أرث اللي هو كوكب الأرض. طيب عمركم سألتوا نفسكم why do we have day and night؟ ليه في ليل وازاي في نهار؟ ازاي في ليل وازاي في نهار؟ طيب هنعرف النهاردة ازاي في ليل وازاي في نهار. اول حاجة the earth orbits the sun، احنا شايفين كده كوكب الارض بيلف حوالين الشمس وكل الكواكب بتلف حوالين الشمس. اوكي this means it travels around the sun in a circle، ده معناه ان كوكب الارض بيلف حول الشمس في ايه، في سيركل، في دايره. it takes 365 days to orbit the sun، عشان الارض كوكب الارض يلف حوالين الشمس اللفة كاملة بياخد 365 يوم، ويعني كده سنة. اوكي this is a year، يبقى 365 دولار كام دي كده year، سنة. number 4 the earth okay also spins on its axis، this takes 24 hours، وبرضو كوكب الارض وهو بيلف حوالين الشمس هو كمان بيلف حوالين نفسه، يعني تلاقيه بيعمل كده كده بيلف حوالين نفسه، فبيلف عشان يلف حوالين نفسه كوكب الارض يلف حوالين نفسه لفة كاملة بياخد كام 24 hours او 24 ساعة، وده بيبقى اليوم، اليوم فيه 24 ساعة. this one day and one night، فكده لما الارض بتقعد تلف حوالين نفسها وهي بتلف حوالين الارض وهي بتلف حوالين الشمس، فدلوقتي ايه اللي بيحصل بقى؟ when it is daytime you can see the light from the sun، لما الدنيا بتكون نهار يبقى احنا كده الشمس والارض بتدور حوالين نفسها، الشمس جايه على الارض، يعني مثلا اهو الشمس اهي والارث اهي، فدلوقتي الارض اهي، لما الارض تكون مثلا مديه وشها للشمس يبقى كده ده احنا في النهار. طيب الناحيه دي بقى اللي هي مش مديه وشها للشمس ده كده الليل، ده كده النايت. اوكي فالجزء اللي فيه اللي الارض فيه متجهه للشمس او وشها للشمس ده بيبقى فيه النهار، والجزء اللي بيبقى مش مدي وش للشمس دوت بيبقى النايت الليل. Okay. When it's daytime in Egypt, it is nighttime in New Zealand. لما الدنيا بتكون نهار، احنا دلوقتي عندنا دلوقتي الصبح، الساعة دلوقتي مثلا 7 الصبح، هنلاقيها في نيوزيلندا اللي هم عندهم بالليل، عشان نيوزيلندا ورا الشمس مش مدية وشها للشمس لسه لما تلف، يبقى لما احنا عندنا النايت يجي او الليل يجي، لو الليل يجي هتلاقي برضو نيوزيلاند جه كده عندها النهار العكس. اوكي اهي عندنا اهي السن الشمس وبيدور حواليه، بتدور حواليها الايه الارث كوكب الارض، والمون كمان بيدور حوالين الايه كوكب الارض زي ما انتم شايفين كده، يبقى المون بيدور حوالين كوكب الارض والارض بتدور حوالين الشمس، وبرضو الارض ذات نفسها بتلف حوالين نفسها ماشي عماله تعمل كده ماشي. اوكي ده مون، تعالى نعرف شويه معلومات عن المون القمر. at night time we can see the moon in the sky، بالليل احنا بنقدر نشوف ايه، بنقدر نشوف ايه القمر في السماء. the moon doesn't make light، القمر مش بيعمل ضوء، it reflects light from the sun، اصلا القمر نفسه ما فيهوش ضوء. طب الضوء ده جاي منين، اللي هو الضوء الابيض ده بيجي منين؟ ده انعكاس الشمس على الارض، يعني ده اصلا ضوء جاي من الشمس، يعني القمر اصلا مش بينور، لا القمر اصلا معتم، يعني ايه معتم؟ يعني مظلم ما فيهوش نور، اللي بيخليه في نور كده اللي هو انعكاس الشمس عليه. the moon orbits the earth، القمر بيلف حوالين الارض زي ما احنا خدنا كده. It takes about 27 days to orbit Earth، عشان يلف لفة كاملة حوالين الأرض بياخد كام يوم؟ 27 يوم. The moon looks different as it orbits the Earth، شكل القمر بيختلف كل ما يدور حوالين الأرض، يعني مثلا النهاردة المون شكله مثلا عامل كده، المون
مدور كده، ده كده بدر. مثلا عدى مثلا كام يوم بقى مثلا المون شكله عامل كده مثلا كده، والحتة ديت مش سوري، وبقيت القمر مش باين. وبعديها بكام يوم مثلا القمر هيعمل كده، هيبقى هلال. اوكي، فالقمر بيتغير كل يوم وكده، ويوم هتلاقي القمر شكله بيتغير عن اليوم اللي التاني. طبعا هو بيفضل زي ما هو، بس انعكاس الشمس عليه بيتغير. اوكي، اوكي فين؟ The moon looks different. اوكي، as it orbits the earth. لسه واخدينها، قلنا القمر شكله بيختلف لما بيلف حول الارض. Sometimes we can see all of it. احيانا بنشوف كله القمر كله. Sometimes we can see a small part of it. واحيانا بنشوف شوية صغيرين منه او جزء صغير منه. يلا بيج 155 نحل الاكسرسايز بتاعنا. اول حاجة read and match، هنقرأ ونوصل. Light travels in، الضوء بيسافر in ايه؟ yes in a straight lines. The earth، كوكب الارض، orbits كوكب الارض بيلف حول the earth. Sunny day or the sun، yes بيلف حول السن الشمس. The moon orbits، القمر بيلف حوالين ايه؟ yes the earth بيلف حوالين الشمس الارض. We see shadows on a، بنشوف الشادو على ايه؟ yes في sunny days، في الايام اللي هي بتكون ايه؟ sunny مشمسة. Supply the missing letter، هنحط الحرف اللي ناقص. Flashlight، الحرف اللي ناقص yes a. Light bulb، بس حرف ال U اللي ناقص هنا. Shadow حرف ال O. Reflect حرف ال E. Okay، reflect يعني عكس. يلا exercise number 3. The earth، كوكب الأرض، orbits ولا plays ولا runs the sun. خدنا فعل orbit يعني ايه؟ يدور. كوكب الارض بيدور حول الشمس. The moon makes or reflects or swims light from the sun. القمر yes بيعكس الضوء من الايه؟ يعني الضوء بتاع المون جاي من الايه؟ من الصن الشمس. We can see the moon in the، بنشوف المون فين؟ sky or sun or earth. بس طبعا بنشوف المون في السماء sky. Number 4. One day equals 20 or 22 or 24 hours. اليوم الواحد في كم ساعة؟ برافو 24. Okay. Number 5. The earth takes 360 years or days or weeks to orbit the sun. الأرض بتاخد كام ايه؟ 365 سنة ولا يوم ولا أسبوع عشان تلف حول الأرض، حول الشمس سوري. بس بتاخد 365 days. Number 6. Light can or can't or isn't go through solid objects. عايز أقول كده ال light يستطيع ولا لا يستطيع اللي هو يدخل في ال solid object، الحاجات اللي هي الصلبة. Yes can't. احنا قلنا السرير، لو جبت كده السرير وحطيت كده الكشاف في السرير، او حطيت الكشاف كده في ايديا على ايديا من هنا، الكشاف اهو وحطيته على ايديا من هنا، هل في ضوء هيطلع من هنا؟ لا، يبقى كده ال light ما يقدرش اللي هو يعدي solid object. Number 7. We live on the، عايشين على ايه بقى؟ earth ولا sky ولا moon؟ برافو، عايشين على ال earth، كوكب الارض. Every night the shape of the sun or moon or earth or earth looks different. كل يوم شكل الايه بيختلف؟ شكل الشمس بتختلف ولا المون ولا الارث؟ بس قلنا شكل المون هو اللي بيختلف، القمر مره نلاقيه هلال مره نلاقيه بدر كده. يلا البيج اللي بعديها. Read and put true or false، هنقرا ونحط علامه صح او خطا.
Okay, we can see the moon in the sky at night. نقدر نشوف القمر بالليل. The moon reflects light from the sun. الشمس بتعكس ضوءها على القمر. The moon orbits the earth. القمر بيلف حول الايه؟ الارض. The moon takes about 27 days to orbit earth. بياخد حوالي القمر بياخد حوالي 27 يوم عشان يلف لفة كاملة حول كوكب الارض. يلا نقرا. We can see the moon in the sky at night. نقدر نشوف المون في النايت. At night بالليل. Yes. True. Number two. The sun. The moon reflects light from the sun. المون بيعكس ضوء من الشمس. Yes. The moon orbits the sun. القمر بيلف حوالين الشمس. هنشوف اهي. The moon orbits the earth. المون القمر بيلف حوالين الأرض مش حوالين الشمس يبقى false. Okay. The moon takes about 20 days to orbit the earth. بياخد 20 يوم عشان القمر ياخد 20 يوم. لا بياخد كام؟ 27 يبقى false. الله exercise number 5. Rearrange and add ترتيب الجملة. Okay. The sun. The earth orbits. طبعا نبدأ بالunderline word أو الكلمة اللي تحتيها خط. The earth. كوكب الأرض. ماله؟ Yes, orbits. بيدور. Yes, orbit the sun. بيدور حوالين الشمس. Number two. Travels the moon. Around the earth. نبدأ بـ the moon. القمر. القمر ماله؟ القمر ماله؟ Yes. The moon travels. Travels يعني يسافر. Travels around. بينتقل حول الإيه؟ الأرض. القمر بيلف حول الأرض أو بيدور حول الأرض. Earth. حط النقطة. Number three. See we the moon the sky in can. We. نحن إيه بقى؟ Yes we can. نحن نستطيع. We can إيه؟ Yes we can see. نحن نستطيع أن نرى. Yes the sky. The sky. لا غلط. مش هنستطيع بنشوف السماء في القمر. يبقى المفروض نبدأ بإيه بقى؟ We can see the moon. برافو. نقدر نشوف القمر. Yes. In the sky. نقدر نشوف القمر في السماء. ونحط النقطة بتاعتنا. Number four, travels light straight lines in. نبدأ طبعا باللايتس. الضوء. الضوء ماله؟ Yes, travels. بينتقل. Yes, in. Straight. بينتقل في straight lines. يعني إيه straight lines؟ يعني خطوط مستقيمة. Number five. Have a shape object solid. Okay, نبدأ طبعا بسوليد. Solid ماله؟ Solid ايه؟ Solid objects الأشياء الصلبة. مالها الأشياء الصلبة؟ Yes. Have a shape. لديها شكل. اوكي يلا الاكسرسايز اللي بعديه. Look and write. هنقرا وي نكتب. The moon doesn't make. الارض. الارض مش بتعمل ايه؟ Yes. Lines ولا light ولا sun ولا sky؟ Yes light. القمر اصلا مفهوش ايه؟ ضوء. يبقى doesn't make light. The moon is in the. القمر في ايه؟ Lines ولا sky ولا sun؟
يس سكاي، القمر موجود في السماء. Number three, light travels in straight. In straight إيه؟ الضوء بيسافر في straight إيه؟ Lines في خطوط مستقيمة. Number four, the Earth orbits كوكب الأرض بيلف حول الإيه؟ Yes, the sun. الشمس. وبكده نكون خلصنا lesson 5. استنوني بقى في الريفيجن، هنعمل ريفيجن على يونت 4، هنشوف ايه كلمات، هنعمل الكلمات اللي احنا شفناها طول يونت 4، وكمان هنحل التست. فاستنوني في الفيديو الجاي عشان نحل التست، وكمان ذاكروا يونت 4 كلها عشان تجيبوا درجة كويسة في التست. واشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.